فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وبين ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية من الإجماع على أن دعاء الصفة أنه شرك؟ هذا ما هو دعاء الصفة، برحمتك أستغيث، هذا توسل إلى الله بصفته الرحمة، فهذا توسل، وهذا من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، التوسل بالصفة أن تقول: اللهم برحمتك ارحمني، أو ارحمني برحمتك، تخاطب الله عز وجل. أما دعاء الصفة أن تخاطب الصفة، تقول: يا رحمة الله ارحميني، يا كذا، لا، هذا ما يجوز. نعم.